البسيطة دي ما بيبقاش واخد باله منها يعني. اتفضل اقعد 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 يا نجاتي. الفار ابتدى يلعب في عبي، وانت جايب معاك قطة؟ لا ان شاء الله، لا في قطط ولا فيران ولا عرس كمان. ما بتبقى داخل على الحنين كده عين الشمال بترف. انا عاوز ادردش معاك. تشرب ايه؟ تحب نطلب قهوة؟ منين؟ إيه؟ من المطبخ. لا 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 لا، انسى مساله المطبخ دي خالص، والله غلاوتك عندي كبيره وما تشرب القهوه الا من ايدي. انت بتعرف تعمل قهوه؟ وانا عمري صدعتها. امال هتجربها فيا؟ لا 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 لا، مسائل الاكل والشرب دي ما فيهاش تجارب، كله موجود من ايام كتاب قبل النظيره. ادي صفحه طريقه عمل القهوه.
كله موجود. هو في ايه؟ عادل اتشمبر. اتفضل يا سيدي، ادي قهوتك وزي ما انت بتشربها دايما. ماله، وحياتك وحياتك، اشربها وقول لي رايك بالظبط من غير ما تجاملني. والله حلوه القهوه. شوف ادي احنا بنشرب قهوتنا عاملينها بايدينا، وبعد ما نشربها يا حبيبي نروح نحط الفناجيل والاطباق في الديش ووشر ونغسلها. يا سلام يا نجاتي على السعاده اللي انا حاسس بيها بعد ما عملت القهوه بايديا وشربتها. والفار كان بيلعب في عبي، دلوقتي عامل مهرجان. انت عايز توصل ليه؟ شوف يا نجاتي، السعاده اللي انا حاسس بيها دي ليه نحرم زبوننا منها؟ ليه ما نخليش الزبون يخش المطعم، يخش على طول على المطبخ، يختار الأكلة اللي هو بيحبها، يعملها بنفسه بالحياء وبالسوى اللي هو عاوزه، وياكل ويتبسط، وبعدين ينظف مطرحه ويغسل الأطباق والحلل، ويحس كأنه كان قاعد في بيته مع أسرته. تطوير بسيط لفكرة اخدم نفسك، help yourself. قصدك يعني الزبائن هم اللي يعملوا كل حاجة، والموظفين والعمال اللي عندنا يقعدوا يتفرجوا عليهم كده زي خيبتها؟ لا، العمال والموظفين اللي عندنا هنوفرهم ونوفر معاهم 200,000 جنيه حوافز ومرتبات. نسبتك انت لوحدك في 200,000 دول 1,200 جنيه. اتكل على الله. بس الاول بقى يا حبيبي تقول لي انت هتعمل ايه معاهم علشان يسيبوا الشغل من غير ما يرفعوا علينا قضية أو يروحوا يشتكوا في مكتب العمل. أنا هعمل عمايل، لو إبليس شافها هيرفع للطاقية احتراما. أنت ما تعرفنيش، ده أنا مصيبة، أنا فظيع، أنا لو ركزت في حد قول علي يا رحمن يا رحيم. أنا اديني ساعة بس أخلي لك كل العمال والموظفين يترجوك عشان تخليهم يسيبوا المطعم. إخواني، مطعم شي توتو، انا في حاجه في قلبي كاتمها من زمان وكان نفسي اقولها. احنا بنينا المطعم ده بكفاحنا وعرقنا، كل واحد فيكم هنا له قصه كفاح في هذا المطعم. والنتيجه ايه؟ حد فيكم حوش قرشين للزمن؟ حد فيكم اشترى حته ارض؟ حد فيكم اشترى اي حته شقه صغيره؟ ايه بتبصولي ليه؟ ها؟ الساكت عن الحق شيطان اخرس. لكن لو حطينا ايدينا في ايدين بعض وتكاتفنا ورحنا لعادل بيه وقدمنا استقالتنا، مش هيقدر يقف قدامنا ولا هيصدنا. ما تنسوش يا اولاد ان عرابي لما راح للخديوي عشان عنده مطالب ما كانش لوحده، كان الشعب وراه. شكرا. دعوا نجاتي يعمل في صمت. امسك يا ابني، كل واحد سلاحه في ايده، يلا بسرعه. ها بسرعه، امسك يا ابني، امسك، كله يرفع السلاح فوق. ورايا نفير ابراهيم. احنا معاك ومعاك قلوبنا. لقد ورثت هذا المطعم وما انتم الا عبيد احساناتنا. لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا، ولن نستعبد بعد اليوم. صح يا رجال؟ ايوه صح. ما بالكم في ايه؟ احنا لنا مطالب ولا بد ان تنفذها لنا فورا. صح يا رجال؟ ايوه صح. هذا المطعم مطعمي وانا اعمل فيه اي حاجه انا عاوزه. اذا هي الحرب، واولها استقالة جماعية. صح يا رجال؟ ايوه صح. جماعية جماعية. ونقبل الاستقالة الجماعية. شيخ
اهتمي بيه. اهلا اهلا يا جدع. نصار مدام. المطعم مطعمكم مدام. ميرسي ميرسي جدا. اتفضل. مدام لازانيا، يا ترى الكفته استوت كويس؟ فاستفسك تجنب. تفضلوا. بون ابيتي. تحب تاكل ايه يا فريده النهارده؟ انا نفسي في صينيه بطاطس مليانه لحمه وشوربه سخنه قوي. الله، طبتوا هتقعدوا ولا ايه؟ من النهارده فندم في نظام جديد. اتفضلوا في المطبخ، كل حاجه موجوده، البصل والبطاطس والرز وكل حاجه. برافو، ده هيبقى يوم جميل جدا، هيبقى نظام هايل كده. يبقى كاننا في بيتنا بالظبط. تمام يا فندم، اعملوا اللي انتوا عاوزينه واطبخوا براحتكم، بس يا ريت تدوقوني طبيخكم. اوكي، يلا يلا سمسم. يلا خلي بالكم في الزيت وهو بيطش، ما تطشوش في بعض. اهلا 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 وسهلا بالكباتن. لو سمحت احنا عايزين ناكل همبرجر بالبيض. قوي قوي، اتفضلوا على المطبخ، هتلاقوا الهمبرجر في الفريزر والبيض في الثلاجه والجريل قدامكم. واحنا اللي هنعمله؟ امال احنا؟ ده نظام جديد عامله تشيتوتو، لازم الزبون يعتمد على نفسه، وشباب واعد زيكم لازم يتعود من هنا ورايح ياكل نفسه، لان بصراحه زوجات الايام دي مش مضمونين في حكايه الطبيخ. ها اتفضلوا اتفضلوا. بون ابيتي. ترفع على الارض كده. لا يا عم، احنا اللي هننظف. على رايك، خد اكمل. بس فكره عبقريه مش كده؟ طبعا. تعرف يا عادل، انا اول مره ابقى سعيد وانا مبسوط في المطعم. عارف مدام سامي عملت شويه بطاطس باللحمه؟ حكايه. انا اكلت طبق قد كده. انت ما اكلتش؟ لا، انا الولاد الكباتن دول عملوا لي معاهم سندوتش همبرجر كان لذيذ وطعم بشكل. المهم الزبائن مبسوطين قوي يا راجل، حاجه كده اوريجينال. دوش. ها، عجبكم الاكل بتاعي؟ انا اللي عامله البطاطس باللحمه. بقى هو اللي قشر البطاطس وخرط البصل، يبقى هو اللي عمل صينيه البطاطس كده برضه يا سمسم. خلاص بقى، احنا النهارده كلنا اكل حضرتك، انت بكره الطبيخ عليك. سامي بيه، لو ما فيهاش اساءة ادب يعني بدون تكليف كده، عاوز اشرب كوبايه شاي بنعناع. يا سلام، من عيني. خليهم اتنين يا سياده المستشار. يا سلام، من عينيا الاتنين. يلا فري، يلا نعمل لهم الشاي. تعال بالنعناع. يا بتاع النعناع، يا بتاع النعناع. فكره هايله الفكره دي والله العظيم يا عادل، خلت كل الزباين يحبوا بعض. لا ده الزباين بقى في بينهم علاقه وطيده، عارف بيفكروني بجيران زمان. الواحدة كانت تعمل البصارة لازم تودي لجارتها طبق علشان تدوق ده. والحاجة الأجمل بقى من ده كله إن حب الزباين للمكان تحول لشكل عملي. زبوننا ما عادش هو الزبون القليط اللي يخش المكان مناخيره فوق ومش عاجبه العجب، لا، ده بقى بينه وبين المطعم علاقة حميمة. يلا يا مع السلامة. مكرونتك تجنن، اعمليها تاني. باي باي. مع السلامة. تصبحوا على خير. تصبحوا عشان بكرة هتمسحوا المطبخ. اتفضل يا الله الله الله، ما شاء الله. شفت الفكرة؟ شفت الدماغ؟
الدماغ يا نجاتي. الناس ما شاء الله مروحين كلهم مبسوطين. ابسطني بقى انا كمان يا اخي وقول لي الايراد كام النهارده. 9500 جنيه ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. هو كده الكلام ورثتهم للخزنه؟ لا لا. ليه؟ ما دفعوش. ما دفعوش ازاي؟ ما هم مضوا على الشيك وهيدفعوا بعدين. مؤجل يعني. مؤجل؟ انت ازاي يا نجاتي توافق انهم يمضوا وما يدفعوش؟ ايه عدول عامل حكايه يعني؟ الناس بيغسلوا ويطبخوا في المطبخ بتاعنا وبعد هيناموا على الفلوس يعني؟ اسمع يا نجاتي، لو الناس دي ما دفعتش انا هخصم المبلغ ده من حصتك. لا 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 ما تقولش كده يا راجل. تقول الناس حبيبتي احنا كنا عيش وملح مع بعض. تعرف هم ماشيين اديت الفلوس عشان وهم جايين بكره يجيبوا معاهم حاجات المطبخ والخضار. يا عمي لو سمحت سيبنا انا ومراتي نصفل مع بعض من فضلك لو سمحت. حد يقول الحق يا عالم. الله راجع من الشغل تعبان واقع من الجوع ما حطتش لقمه ببوقي. مستني مراتي تعمل لي لقمه حلوه، شويه رز، حله فاصوليا خضرة. تقوم الست هانم تقول لي انا ادخل المطبخ واعمل لنفسي الاكل اللي انا عاوزه يرضي مين ده عالم؟ خلاص يا عمي انا هاكل في اي حته. ما انا خلاص رجعت عازب من تاني. هو ده يرضي حد؟ يرضيكوا الكلام ده؟ لا طبعا ما يرضيناش يا عمي. انا شخصيا بكره اطبخ. انا كسر حجاره في الجبل، انا شيل حديد، انما ادخل المطبخ على جثتي. مع السلامه. اسف جدا ان انا صوتي كان عالي وازعجتكم، انما هعمل ايه؟ راجع من الشغل واقع من الجوع تعبان عاوز اكل لقمه. الست هاني بتقول لي قال ايه ادخل المطبخ. من فضلكم شوفوا لي اي حاجه سريعه كده اكلها. تحت امرك يا فندم. انا معدتي تعبت من الفاست فود، من البيتزا والسوسيس والهمبرجر. انا نفسي اكل طبيخ. انا عاوز اكل رز وفاصوليا خضره باللحمه. كل حاجه موجوده يا فندم. شي توتو يعني كل حاجه موجوده. عظيم جدا. طب يا ريت بقى تجيبوا لي طبق رز بالشعرية وفاصوليا خضرة باللحمة وسلطة خضرة. أوي 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 يا فندم. تحت أمرك. اتفضل. شكرا جزيلا. بس يا ريت المكان يكون كويس لأن الفاصوليا الخضرة تحب المناظر الكويسة. أوي أوي هنا تشيتوتو يعني كل شيء موجود. افتح الباب يا نجات. يس يس. اتفضل اتفضل سعادتك. شرفتنا ونورتنا. بيتك ومطرحك يا فندم. إيه رأيك؟ ايه ده؟ ده المطبخ. هاكل في المطبخ؟ ايزر سعادتك ما قريتش اليافطه وانت داخل، مكتوبه بالانجليزي يا فندم. سيلف يور هيلب. يعني ايه مش فاهم؟ يعني اخدم نفسك بنفسك. يعني ادخل جوه واشيل الاكل بنفسي. هو فين الاكل؟ لا 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 ده فكره قديم بتاع الاوبن بوفيه، احنا طورنا ده تماما. اتفضل سعادتك وانا اشرح لك. اتفضل معايا. اتفضل. شوف بقى سعادتك، هنا الفاصوليا اللي سعادتك بتحبها تقطعها والقوطه تعصرها والبصل تخرطه وتسبك الطبخه بتاعتك على ذوقك وزي ما انت عاوز. يا فندم بالنسبه للرز الشوال موجود هناك اهو، بس الرز اللي هناك مش نظيف مش حلو. النظيف خلص كله. بس لو عاوز رز يا فندم خد طبق من هناك اغسله بنفسك ونقيه. ممكن تعمله مفلفل كده او عاوز تحشي في يا فندم في قرع وفي بدنجان. انا افضل لك القرع لانه طازه. وساعتك بقى بعد ما تاكل وتبسط وتمتلئ تنظف مطرحك وتغسل المواعين وتصبنها كويس وتحطها مطرحها. ده انتوا بتهزروا بقى، دمكم خفيف قوي. الله يحفظك يا فندم. فيل ات هوم ماي فريند. بقول لكم ايه؟ نعم. بقول لكم إيه؟ ايه؟ انا عفاريت الدنيا بتتنطط قدام عينيا ومش ناقص. سعادتك مش حاسس بالمتعه العظيمه اللي هتشعر بيها وانت بتطبخ لروحك. كل زبايننا بيعملوا كده. بقى انا سايب البيت وده بخناقه وكنت هطلق الوليه عشان قالت لي تعالى معايا المطبخ واطبخ، وما اجي هنا وتقولوا لي ادخل اطبخ. صدقني نفسك هتتفتح قوي. انا فعلا نفسي انفتحت، بس مش على الاكل. نفسي انفتحت عشان الغل اللي جواها طلع وحفش غل فيكم. خلص عني وتعالى.
شديد الجزم. الراجل بتاع امبارح ده كان جعان ضرب. بس انا اللي عجبني فيه الحقيقه انه التزم بشروط المطعم. هيلف يور سيلف. التزم ازاي يعني؟ يعني الراجل الحقيقه يشكر، ما استعانش بحد عشان يضربنا. قام بينا احنا الاثنين ما شاء الله الواحد. وعبقري انت، خد بالك في نفس الوقت يفقعني الشلوت ويروح رازعك انت القفا في ان واحد، يعني الرجل في حته والايد في حته مع بعض واتنين مغتربين وفي ان اهدي الجنياص. على العموم ده مش زبون المطعم الحقيقي، احنا زبون نجاتي رقيق وديع. هلا قول لي يا نجاتي، هما الزباين فين؟ لا الناحيه الثانيه، الناحيه هما الزباين فين؟ ما جوش لغايه دلوقتي دي، والست مرات المستثار دي اللي قالت هتيجي تفطرنا كلنا فطار جماعي. صحيح، مفيش حد جه خالص، والصعب انها بقت واحده ولا ايه؟ انا معايا تليفوناتهم اتصل بيهم. اتكلمهم يا نجاتي. اتأخرت ليه؟ ها؟ ليه بس كده؟ مين؟ انت ومراتك اللي قفل السكة. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انت زعلت في حاجة؟ ولا هو يعني لا مؤاخذة زعلان من حاجة؟ بيقول هلكتونا في الشغل امبارح وحلف 100 يمين ما هو داخل المطعم تاني. يا سلام، والفلوس اللي عليه يا اخويا؟ بيقول يعني الفلوس اللي عليها اشتغلوا بيها امبارح وغسلوا المواعين ومسحوا المطبخ. طيب كلم حد من الاثنين كباتن دول، العيال عصام ولا التاني اللي اسمه عادل ده. عادل باشا، ايه يا راجل؟ احنا سخنا الملوخيه، يلا مش تيجوا تعملوا الفراخ بالملوخيه؟ يا سيدي ما تخلوا علينا احنا التقليه. ايه؟ ليه؟ وايه بس اللي عرف المدام؟ ها؟ برضه اخر السنه شفتك ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا سيدي اصله متجوز من شهرين بس، فمراته عرفت انه بيطبخ بره. زلته، حلفت عليه لا يطبخ ياما يرجع لبيت امه. هو زي ما تقول حصل نوع من التفكك والتسيب العائلي في الزباين نتيجه فكره سعادتك هيلف يور سيلف. لا يا نجاتي، انا نظريتي صح، انما الخطا في التطبيق. طبعا يا فندم. عندكم اكل حلو؟ طبعا يا بنتي عندهم اكل حلو، انت مش مصدقه ليه؟ وانا كل مره اقول لك مش فاهمه. هو احنا اول مره ناكل هنا؟ طيب. سيبي له بس المفتاح وهو ياكل. يلا بقى تعالي معايا. يلا بقى جوع. يلا ده مطعم شيطان. يلا عادل عدول، ثلاث بنات وزويز كده. ايه ده؟ عزيرو. ما فين؟ استنى بس، ما فين ايه؟ مين هيسافرس عليه؟ انا وانت نسافرس عليه؟ ده احنا نشغل لوحدنا سلسله مطاعم. انت مستقل بنفسك؟ ده انت اكبر شيف في الوطن العربي. اسمع، انا هطلع استقبلهم بنفسي وانت تاخد منهم الاوردر وتنفذه على طول في المطبخ. لا استنى بس، ما تخلوش يطلبوا حاجات مكلكعه، انت عارفني انا هم بيضتين اقليهم، لو ثلاث بيضات اخاف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ المطعم فاضي كده ليه؟ لا ما خلاص، المطعم اتملى بوجودكم معانا. ميرسي قوي على الكومبليمون. اتفضلوا على المين تيبل. اتفضلوا. اهلا وسهلا، نورتوا المطعم، مطعمكم. الله، امال فين الجرسونات؟ لا ما هو انا حضرتك صاحب المطعم ومديره وجرسون في نفس الوقت ان شاء الله.
وانا فندم شريكه 6% دي نسبتي، وفي نفس الوقت الشيف ومسك العلاقات العامة وبدير الباركينج والريستروم اي التواليتات. يعني على كده انتوا بتعملوا كل حاجة؟ طبعا بنعمل كل حاجة. اوكي بس احنا مستعجلين قوي. يعني عدوا من 1 لـ10 هتلاقي الطلبات فورا. شكلكوا كده بيض مقلي. لا انا عايزة بيكاتا بالشامبينيون. بيض بالشامبينيون. وانا عايزة في بوافر بانكوي. وانا كوردون بلو. مع بعض؟ قصدي يعني عدوا من 1 لـ10,000. خدعتني خدعتني يا نجاتي، طول الوقت فهمني انك شيف كبير، طلعت ما بتعرفش البامية من القعر، طلعت قفص جوافة. لا 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 انا لا اسمع بالاهانة، انا ما قلتلكش انا شيف، انا قلتلك انا سوبر شيف، يعني منسق عام بين الشيفات، يعني طباخ زعلان مع زميله أصالحهم، طباخ زعل مع مراته أصالحهم، شيف زعلان مع شيفته أشفشفهم. بعدين أنا جات هنعمل إيه في التلات زبونات اللي بره دول؟ لا 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 يا مجنون، اوعى تفكر في اللي فيه ده، لا دول هيبقوا 3 جثث، هنخبيهم فين؟ اسمع احنا نقول لهم ان احنا ما بنطبخش الحاجات الغريبه اللي هم طالبينها. كلمه مفيش دي مش موجوده في قاموس تشيتاتا. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. طب ارمي اللي في ايدك ده وهنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع انت بتروح اقرب مطعم لينا وتطلب الطلبات بتاعتهم وتجيبها وتيجي بسرعه. يلا قطعت قلبي. على حساب يلا. والله انا مش قادر اوصف لكم مشاعري، انا مشاعري بتتأجج وتتوجج بتشرفكم لينا. ايوه بس احنا بقالنا ساعة طالبين الاكل وجعانين. سعادتك طالبة الاكل بيانكوي ويل دان، يعني مستوي على الاخر، ادونا فرصة نقدم لكم حاجة علشان نجيب رجلكم. طب مفيش عيش سلطات اي حاجه ناكل فيها لحد ما الاكل يجي؟ لا قوي 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 السلطات والعيش حالا. بس بصراحه انا خايف السلطات والعيش يشبعكم، انا افضل ننزل الاوردر مره واحده هجمه واحده. نجاتي انت فين يا نجاتي؟ تاخرت ليه؟ كل ده بتعمل ايه؟ اسمع زود العيش والسلطات. يا هلا الله يا اللي هنا، هنموت من الجوع يا اخوانا، احنا جعانين. الاكل فين بقى؟ عايزين ناكل عايزين ناكل عايزين ناكل. نجاتي لو ما جيتش في خلال 3 دقايق المطعم هيتكسر. سامع؟ لا لا كده مش ممكن. يلا يا منال يلا يا هبة يلا يلا. لا وصل وصل الحمد لله الاكل وصل. وصل ليه؟ هو كان فين؟ انتوا بعتين تجيبوا الاكل من برا؟ هو ده مش مطعم ولا ايه؟ بغى زي يعني شغ بغى وبعيد. لا اصل الفرع الفرنساوي بتاعنا هنا في اخر الشارع، الطباخه مدام باريس فرانسوا هي اللي بتطبخه بايدها. طيب مدام بقى المدام باريس فرانسوا هي اللي عملته بايديها، يا ريت تحطه قدامنا هنا. لا يا هاني مش معقول، لازم نسفرسه الاول. هتاكلوه بالورق؟ لا ولا تسفرسه ولا حاجه، هناكله كده بورق وبكسته بكل حاجه. وبعدين احنا عايزين حاجه ساقعه، ولو ما عندكوش يعني بالمره في كشك في اخر الشارع ممكن تجيبوا لنا منه. ايه ده؟ ده فلي فوفر، ده دي لحمه راس. ايه ده؟ ودي فتت كوارع. افتكر ده بقى مش عايزه شرح، مش ممكن يكون ده بكاتا بالشامبينيون. طب حضرتك دوق دوق. هذا المفتاح ومفيش بقشيش كمان. اقفلوه احسن. فاتحينه ليه؟ دي ناس متخلفه، انا مش عارفه احنا ازاي جينا هنا. الغريب ان المطعم ده ما كانش بالشكل ده ابدا، عشان كده ما فيهوش ولا. انا يا نجاتي قلت دي فته وكرشة ولحمة راس ومنبار للزباين.
شهادة لله يا عدول، أنا خرجت من هنا أحاول أفتكر كلمة من الأكل اللي أنت قلته لي وأسترجع وألف أبدا. فجأة أنا كنت معدي جنب من محل سمين كده، شميت الريحة دخلت نخشيشة، قلت لا يمكن في زبون في الدنيا هيرفض الطلب ده. أنت شايف بعينك البت عكتني 3 متر منبار في بقي كلتهم على الواقف. شوف أنا جاتي، اسمع، أنا النهاردة اتعلمت حاجة ما اتعلمتهاش عمري في كل الكتب اللي أنا قريتها. أنا لقيتها يا نجاتي. دلوقتي أنا حاسس بإحساس نيوتن لما التفاحة وقعت على دماغه واكتشف قانون الجاذبية وقال وجدتها وجدتها. مش عارف، أنا حاسس لما بسمع التفاحة ودماغ نيوتن وجدتها قلبي بينقبض. شوف يا نجاتي، كمان أرشميدس لما اكتشف قانون الطفو قال برضو وجدتها وجدتها. واحنا بقى مين اللي هينقذنا من الغرقه اللي احنا فيها دي؟ انا خلاص يا نجاتي لقيت زبوني اللي هيدخل المطعم مش هيسيبه ابدا ولا لحظه. اللي هو مين؟ الزبون اللي هيتدلع اخر دلع. قولي يا نجاتي، اخر شعار عملناه كان ايه؟ سيلف يور هيلب، اخدم نفسك بنفسك. لا لا يا نجاتي، الشعار ده هنغيره. اكتب الشعار الجديد قبل ما يروح من بالي. اكتب عزيزي الزبون احنا خدامينك. لا لا لا، عزيزي الزبون احنا خدامين تراب رجليك. تشيتوتو واحة من الدلع. وانا وانت بس اللي هندلع الزبون؟ هنكفي على مين ولا مين؟ نجاتي، انت اللي عملت عليا ثورة عرابي ومشيت ولادي اللي كانوا شغالين عندي، ولازم ترجعهم لي. اخواني، انا جمعتكم هنا النهاردة عشان اقول لكم ان مطعم تشيتوتو مش ملك عادل نور لوحده ولا ملكي انا، برغم ان انا 6% يعني انا المتمكن. هذا المطعم تشيتوتو ملككو انتو. اخواني، ان ادعوكم في هذه اللحظات العصيبة ان نتكاتف ونتحد ونقف قوة في وجه العدو الغاشم المحتل، ونصعد بمطعم تشيتوتو الى الفضاء فوق فوق برج الجزيرة. الله الله على سحرها. ايه يا ولاد، بقالي ساعة بخطب ومتحمس وبقول اداء علني، مفيش تسقيف؟ تاكلونا لحم وترمونا عظم وبعد كده تقولولنا ارجعهم؟ احنا لا يمكن نرجع يا مستر نجاتي. وما ترجعوش ليه؟ حد كان ضربكم على ايدكم وقال لكم امشوا؟ انتوا اللي قدمتوا استقالة جماعية وما كانش قدامي غير اني اقبل. الله يسامحه، خالي عرابي هو اللي سخننا. خلاص يا عرابي خلاص. على العموم يا جماعة، أنا بقول ننسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة بيضة ما فيهاش خط قلم واحد. وتفضلوا، باب تشيتوتو يفوت 20 جبل، هتدخلوا جوه وكل طلباتكم مجابة. عادل بيه، دول أولادي، تربيتي، شبابي وشباباتي، كلامك أوامر. صح يا رجال؟ لا مو صح. طب اتفضل. قبل ما يخطي باب المطعم هنسأله عن اسمه. فرد الأمن اللي على الباب هيقول له اسم حضرتك ايه؟ هيقول له مثلا عباس. بجهاز اللاسلك اللي معاه هيطلب المتر دوتيل، هيبلغه باسم الزبون. اول الزبون ما يخش على المتر دوتيل على طول عباس هيتحول الى اسم الدلع. عبس، عبسة، ببوسة. يعني الزبون لازم يشعر انه سلطان زمان. وكل شيء موجود في كتابي ده. هتاخدوا كل واحد نسخة وتحفظوها صم. ازاي تدلع الزبون؟ مساء الخير يا باشا. مساء الخير. شرب اسم سعادتك. ليه يا حبيبي، هو ده مطعم ولا اسم شرطة؟ ده بس عشان يكونوا في استقبال سعادتك جوه. طيب يا حبيبي، انا المستشار سامي امين. اتفضل. مستشار سامي امين يا باشا. سامي باشا، سمسم سمسومي، سمسم الجميل، يا مرحبا يا مرحبا. اهلا اهلا باحلى مستشار في الشرق كله. ميرسي. شيلوه. ايه؟ اتفضل. يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
والله العظيم ما تتعب نفسك لحد الترابيزة يا راجل. في ايه يا الترابيزة محجوزة يا سعادة الباشا باسمك وجاهزة عشان احنا كلنا عايزين نريحك عشان زحمة المواصلات. اتفضل اتفضل. تعرف دي دلوقتي ساعة خروج الموظفين. اتفضل اتفضل يا اهلا وسهلا. اتفضل ارتاح، احنا كلنا خدامينك. احنا زادنا الشرف بتشريف سعادتك يا سامي باشا. نجاتي انا كده ابتديت اقلق. لا 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 الا القلق. ريلاكس يا فندم، سعادتك تقعد كده ريلاكس وهادي. ابراهيم ليمونادا تحت امرك. ايوه بس انا كنت جاي عشان اطبخ. لا 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 انسى انسى يا باشا، ده نظام عالمي قديم وثبت فشله. احنا دلوقتي في النظام الجديد، سعادتك تقعد ريلاكس، مش عاوزك تجهد تفكيرك في مساله انك هتاكل ايه. ريلاكس، عندك مادموزيلات موف جرين اورنج. موف بالذات يا فندم هتقعد تقول لي سعادتك المنيو بالكامل، جميع اصناف الاكل اللي موجوده، وسعادتك تفكر يوم يومين ساعة ساعتين سنة سنتين براحتك خالص. الهيلث كير شغال عليك، والقهوة والشاي on the house free مجانا. لا لا يا نجاتي، ده انتوا اتغيرتوا خالص. احنا لينا بركة لسعادتك يا باشا. استني شوية. طب ايه رأيك بقى؟ انا عايز اكل فتة بموزة ضاني. فتة سامي بيه. ايه ده بالسرعه دي؟ ده انتوا ولا العفريت بتاع مصباح علاء الدين؟ يا فندم احنا في النظام الجديد اسرع من العفاريت. اوكي يا عفريت. ايدك ايه؟ انت ايه جننت؟ هتاكل ليه؟ الثلاثي يا فندم تحت امرك. موف هتوكل سعادتك بايدها. اورنج هتمسح لك بقك. جرين ورقه فاك على طول عشان تهضم بسرعه يا فندم. يلا يا بنات اكشن. يلا هم يا جمال، هم يا جمال، هم يا جمال، هم يا جمال، هم يا جمال. خلاص حتى ايه؟ سلكت؟ سلكت. اي حاجه تانية عند سعادتك عايزه تسلك احنا تحت امرك يا فندم. لا متشكر قوي. ارجوك سعادتك صارحني لو في اي حاجه مزعلك، اي حاجه مضايقك. لا ما تقولش كده، واسف جدا اذا كنت ضايقتكم المره اللي فاتت وايدي طولت عليكم شويه. يا باشا العفو، ما تقولش كده. سعادتك اديتنا درس محترم انا وزميلي عادل بيه. يا سلام يا سلام، ما شاء الله. شلوت سعادتك اللي اديتوني من الاوفسايد، وان يا بو ولا القفل من الكورنر اللي خده زميل عادل. اوبا والله يا فندم من ساعتها واحنا حاسين ان المطعم رجعت له رونقه وهيبته المطعميه. انا المره اللي جايه هجيب مراتي معايا عشان تشوف انتوا بتعاملوني ازاي، يمكن تتعلم هي اخرى. مرات سعادتك وشلوت مرات سعادتك لو حبت على راسنا من فوق. ابراهيم فندم تقعد مع الباشا، ياكل قطمه تسلك له، ياكل قطمه تسلك له، ما تخلوش يسلك بنفسه، براحته خالص. اي طلبات تانية يا فندم؟ متشكر قوي. لا اعدل، واحده هنا وواحده هنا. تحت امرك يا فندم. وبعد كده اتاكل المدام الكفته. ايوه عادل باشا، واحدة ومعاها ابنها اسمه طارق. زبونة ومعاها ابنها اسمه طارق؟ أنا جاي أستقبلهم حالا. أهلا وسهلا يا هاني. أهلا يا أستاذ طارق. لك عمر إيه؟ إيه في إيه؟ الله يخليك يا طارق، أهلا وسهلا يا طارق. ما تتفضلوا. اتفضل يا طارق اتفضل. عمو ليه كده يا طارق؟ يا طارق ما حدش ليه دعوة بيه. اختفي يا طارق، ده عمه. هو انت وهو. ارجوك يا بنات ما تكشيش في الورق، ده اخويا الصغير.
نعمل ايه؟ لا 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 بلاش بلاش الله يخليك. طب بلاش الموز الموز هيزعلك. بلاش. طب يا حبيبي ما تعملش كده وانا اجيب لك جيلات. هجيب لك ايس كريم. انا عايز مانجا كوباية مانجا الاستاذ طارق بسرعة. لا 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 انا مانجا على الشجرة. شجرة مانجا الاستاذ طارق بسرعة. تعال يا حبيبي تعال. قولي لي يا مدام هو الاستاذ طارق ماله يعني؟ اصله البيكري واول فرحتي واحلى اخواته واهداهم عشان كده انا مدلعاه شويه. لا صح اهداهم باين عليه انه اهداهم. ويتدلع يا اختي ما يتدلعش ليه؟ طب انا هخليه هنا امانه لحد ما اجيب اخواته من عند خالتهم بس والنبي تخلي بالك منه. اتفضل. ايه دول؟ دول 500 جنيه كده تحت الحساب عشان طارق لو احتاج حاجه. اوعى تعمل شقاوة يا طارق عشان عمو ما يزعلش مني. انا عمري ما ازعل منه. اتفضلي انت وسيبهولي. تعال يا حبيبي تعال. يا ابراهيم يا ابراهيم قلت يا ابراهيم اقعد يا حبيبي. ال 500 جنيه دول من حساب ترابيزه 2 دي وخلي بالك من الاستاذ. ده هادي وزي النسمه. نجاتي يا نجاتي. يس. خلي بالك من ترابيزه 2 وخلي بالك من الاستاذ طارق اهو. طارق مين؟ اها. ايه ده؟ مش معنى انا ده؟ انت ده ودود يا نجات. ما تنقشنيش خاص. خلي بالك يا نجات. عمو هو ده بتاعنا؟ لا يا حبيبي ده بتاع المحل. لا لا بتاعنا. القرية اللي تقطع ولا سيب القرية. سيب القرية. خير يا باشا؟ الحمام انا عارف مكانه. عن اذنك دقيقه واحده. ايه مستر نجاتي؟ ايوه الشرط كلها افتح الشرط. كوبري الملك الصالح ميدان التحرير افتح. انا اللواء مرور متقاعد نجاتي افتح. ولا ايه يا نجاتي؟ مالك وبال الزبون ده؟ بدل ما تدلعه وتشخط فيه ما تضربه قلمين على وشه. فين وشه ده؟ عايز قلمين على فخده. اخر زمن نجات يضرب بالمقش المانجا؟ يعني هو يعني ضربك بالقلب النووية. انكل ايه تاري؟ خد احلى ضربة ضربتها في حياتي. ده ابتدى يحدف قنابل عنقودية. ايه يعني؟ ولا يهمك. وبعدين ده البكر بتاع امه متدلع شوي. عيل. اذا كان هو عيل انا اعجل من اللي خلفوه. اعمل بيبي بيبي. يلا يا نجاتي خد الولد اعمله بيبي. عايز بيبي كلاكس يعني يضرب كلاكس. لا بيبي. ابراهيم افندم خد الامور الصغير. لا 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 انا عايزك انت توديني. انا بحبك. انا بكرهك. انا بكرهك. خلاص الواد ارتاح لك. خده يعمل بيبي. وبعدين اسمع الولد ده تحدي لينا يا نجاتي. شوف انا ما شفتش ارزل منه. يعني لو طلع من المطعم ده مبسوط يبقى نجحنا. ما فيش زبون رزل هيقدر عليه بعد كده. دي شهاده المطعم تشيتور يا نجاتي. الى العمل. مش هنا مش هنا من غير ضجه. اتفضل. اكسكيوز مي بعد اذنك. خلاص كلنا رز كتير ناكل بقى لحمه. همي يا جمل. انا عايز واحد سيزر سلط بس ما تكتريش دريسنج. ها انت اتنين تشيكن سيزر سلط من غير دريسنج. ايه ده ولد انت؟ انا مش موديك التواليت. ايه اللي جابك هنا وايه اللي انت جايبه ده؟ الورق. افرض الزبون دخل الحمام ما يلاقيش ورق. ولا انت عايز ايه؟ لا ده انا صايع بقى. ولا انت مش هتجيبها البارد ولا عارفين. هتعمل عبيط انا اهبل. ولا هتعمل غبي انا حمار. تعال هنا. Thank you.
العافية يا توم. وانت طيب. طارق، هو فين طارق؟ هو يكون ضايقكم ولا حاجة؟ طارق فشر. طارق ده نسمة بوب كورن. هاتوا طارق. تعال انت شمال، اللي على اليمين. ايه ده؟ ايه اللي جمده كده؟ نص ساعة في مية مغلية هيرجع أحلى من الأول وأحسن من الأول. أبوس القدم وأبد الندم في اللي حصل في حقكم. المرة دي بقى بجد ولا إيه؟ لا بجد جدا. اتفضلوا 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 اتفضلي اتفضلي. أنا لولا الملامة والله ده أنا كنت أشيلكم من عن أرض شيل، أشيلكم جوه رموشي. طب خلاص يا سيدي بقى، إحنا عايزين من غير ما تقولي فيليبواب كوردون برو بكتب الشامبينيون. يا سلام، المرة دي جاهزين قوي. واسمحوا لي بمناسبة الجهزان إني أكلكم بإيدي. كمان؟ لا 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 لا، ده من إيدي هيبقى طعم جدا. افتح. أيوه يلا 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 يلا. هم يا جمل، هم يا جمل. هوبا. انت بقى خدي الشامبينيونيه دي من ايدي. لا والله اسمعي الكلام، لا من ايدي. يلا يلا انت كمان افتحي المطار. هوبا. وانت بقى يا بأكلهم بإيديا. وانت بتأكله بأي صفة؟ بصفتي صاحب النظرية. دلع الزبون يا دلع. بقى كده؟ أيوة. حضراتكم بقى مين إن شاء الله؟ أنا خطيب الأنسة. ولا خد ثانية يا خفيف. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنا مش قصدي ده والله. اسمعوني اسمعوني. لا حرام عليكم. نجاتي يا نجاتي، الحقني يا نجاتي. هل لا مؤاخذة عادل يا أخويا، ما دخل الدلعك في الزباين. قلبي يرسل. Mas pode.